بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. استهلت دما لما أنصفت بالبكاء مسلما. لو أن عيون استهلت دما لما أنصفت بالبكاء مسلما. قتيل أذاب الصفا رزقه وأحزنت إذكاره زمزما. فديتك من مفردين أرغموا لحكم الدعي وما أرغما. وألجأه غدرهم أن يكون في دار طوعة مستسلما. ولما لا يطاق وماضيه لا يرتوي بالدماء. أطلوا على الشرفات السطوح يرمونه الحطب مضرما. يا رموك من القصر ولهفة رموه من القصر ولهفة. ويسحب ما بينه يسلما.
الجار وعن شتل حليف الشرف ينجار مثل مسلم صدق بالحبيب ينجار وتتنام سبجتل علويا براحته قلبي شعبته هذا ابن خلق الرار حيدر لا تسحبوا خافوا من الله ما لكم مذهب ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صعد شو. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. من المفاهيم القرآنية المهمة مفهوم الاستقامة، حيث ذكر أكثر من مرة في القرآن الكريم، وذلك لأهميته في حياة الإنسان. الاستقامة لها معنيان. المعنى الأول: الاستقامة يعني الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لأنه قد تجد إنسانا يميل إلى جانب، مثلا يميل إلى الحياة الدنيا ميلا كاملا، وأما الآخرة فينساها نسيانا كاملا، وتجد آخر مثلا يميل إلى الآخرة ولا يفكر في الدنيا، لا يفكر بعياله ولا يفكر بأولاده ولا بأهله. الاستقامة تقول لا إفراط ولا تفريط، أعطي للدنيا مقدارها وأهتم للآخرة ومقدارها. ولذلك الإمام الحسن عليه السلام يقول لأحد أصحابه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا المعنى الأول للاستقامة، أنه لا إفراط ولا تفريط. معنى الثاني للاستقامة أنها السير على الخط المستقيم. سير على الخط المستقيم كما نص القرآن أيضا في عدد من آياته: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يا إلهي خلينا نمشي على طريق مستقيم يوصل إلى الهدف. والصراط المستقيم هو أقرب الطرق، هنالك طرق ملتوية كثيرة، لكن أقرب الطرق إلى الهدف هو الصراط المستقيم. زين، الاستقامة بناء على هذا المعنى الثاني أين تتجسد؟ شوية التفتوا لي إلى المطلب. أين تتجسد الاستقامة؟ مصاديق. أولاً تتجسد في العاطفة. شنو يعني العاطفة؟ يعني أنا أميل قد إلى أولادي، إلى أقربائي عاطفيا حتى ولو كانوا على باطل، هذا خطأ،
وهذا خلاف الاستقامة. لاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب انحرف عن المسيرة، نبي روح له الفداء، اتخذ منه موقفا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأن هذا ابني أنا أفزع له، لأن هذا من عشيرتي أنا أفزع له، حتى ولو كانوا على باطل. هذا خلاف الاستقامة. الاستقامة في العاطفة، العاطفة في القلب. لابد مولانا أن تسير بعاطفتك وفق الموازين الإلهية التي يريدها، هذا أولا. ثانيا، عندنا الاستقامة بالسلوك الخارجي. استقامة بالسلوك الخارجي كيف يعني؟ الإنسان لابد أن يسير بسلوك يرضى به الله عز وجل مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال. يعني عند أموال سلوك جيد، فقير سلوك جيد، يعني الأموال لا تؤثر عليه، الموقعية لا تؤثر عليه، ما عند موقع سلوك معين، صار عند موقع تغير سلوكه، هذا خلاف الاستقامة. لاحظ النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة الصادق الأمين، بعد البعثة الصادق الأمين. قد تجد إنسانا مثلا في بيت شكل مع أصدقاء شكل ثاني، سلوكه في البيت شكل وسلوكه بالشارع شكل ثاني، مع الأصدقاء يضحك وكذا، لكن إذا جاء إلى البيت تشوفه عبوسا قبطريرا. هذا خلاف الاستقامة. تجد إنسانا مثلا في بلاده شكل تصرفاته، من يروح إلى بلاد ثانية تصرفاته شكل ثاني. في بلاده مثلا مولانا ما عنده مانع أن يفعل ما يريد، خالف المرور، يلقي الأزبال أينما يريد، لكن إذا ذهب إلى بلاد آخر يتقيد مولانا 100%. شوف السلوك تغير، سلوك اختلف. أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي قبل الموقع وبعد الموقع، أمير المؤمنين سيد الأولياء الإمام علي عليه السلام، قبل أن يستلم الحكم، حكم 4 سنوات وأشهر، كيف كان الإمام علي عليه السلام؟ لاحظوا إخواني، الإمام أمير المؤمنين لما استلم الحكم هو نفس حياته قبل الحكم، وهو القائل: رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها. الله، رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها. يدخل عليه ابن عباس يقول له: ما قيمة هذا النعل؟ يخصف نعله بيده. قال مولانا: الدنيا إذا أنا تعاملت وياها معاملة بغير ما يريد الله سبحانه وتعالى، الدنيا مظلمة تصير، دنيا مظلمة. استقامة، وما أدراك ما الاستقامة. هذا مولانا المصداق الثاني، وهو الاستقامة في السلوك. نجي إلى النقطة الثالثة أو المصداق الثالث، الاستقامة في العقيدة، وهذه أيضا نقطة مهمة تستحق التوقف. الاستقامة بالعقيدة يعني العقيدة لابد أن تكون راسخة، مو متزلزلة، مو يوم مع معاوية ويوم مع أمير المؤمنين، لا، مو يوم أميل إلى الهوى ويوم أميل إلى رب العالمين،
مو يوم أنا مؤمن بالولاية ويوم أنا الولاية عندي متزلزلة. استقامة بالعقيدة، السير على العقيدة الصحيحة، هذا السير يوصل إلى الهدف، يوصل إلى النتيجة. الزبير ابن العوام كان مع الإمام أمير المؤمنين، ولما هجم القوم على بيت فاطمة الزهراء عليها السلام، الزبير ابن العوام كان أحد المدافعين. لكن مرت الأيام، اجت معركة الجمل، وإذا بالزبير يخرج لحرب الإمام علي. شلون تغير؟ لماذا تغير؟ العقيدة تغيرت، تغير المسير، تغير الخط. تغيرت العقيدة، مولانا ترك خط الاستقامة، راح إلى الخطوط الملتوية. لاحظ عندنا شواهد كثيرة في تاريخنا الإسلامي، تاريخ الولاء. أبو الأسود الدؤلي رضوان الله عليه، أبو الأسود حاول، أبو الأسود شخصية معروفة محترمة، حاول معاوية أن يستميل بكل الطرق، بكل الطرق، ولكن ما تمكن. في يوم من الأيام أرسل له هدايا، من ضمن الهدايا حلوى، حلوى نوع خاص، جابوها إلى أبي الأسود، وضعت أمامه. عند بنية إجت، يعني على براءتها، مدت إيدها، أخذت قطعة من الحلوى وضعتها في فمها. التفت إليها أبوها، لاحظوا إخواني العقيدة، التفت إليها أبوها، قال: بنية، هذه الحلوى بعث بها إلينا حاكم الشام ليستميلنا، يعني يغير هوانا من أمير المؤمنين إليه، يحول ولائنا من أمير المؤمنين إليه. هاي الحلوى يستميلنا بها. فلما سمعت تلك البنت مع صغر عمرها، ألقت الحلوى من فمها وأقاءت ما دخل في جوفها، ثم أنشدت: أبي الزعف، أبي الشهد المزعفر يا ابن هند، نبيع إليك إيمانا ودينا، فلا والله ليس يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. حجر ابن عدي رضوان الله عليه، هذا الإنسان المؤمن الثابت إيمانه، يلتفت إليه أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له: يا حجر، كيف بك لو دعيت إلى البراءة مني؟ يجي فد يوم يدعونك براءة مني، ماذا تعمل؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله لو أني أعلم أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل وأحرق ويفعل بي ذلك مرات ومرات، ما تبرأت منك يا أبا الحسن. ترى هاي مو مجاملات، وإنما عقيدة صحيحة. أنا معتقد بالقرآن، أنا معتقد بالنبي، أنا معتقد بأمير المؤمنين، أنا معتقد بالإمام الحسين، معتقد بأهل البيت عليهم السلام، وهذا الاعتقاد وفق الأدلة مولانا الثابتة الكثيرة. شلون أتنازل عن العقيدة؟ إذا تنازلت عن العقيدة، يعني شنو إيماني، شنو ديني؟ وشواهد عديدة وعديدة، وهذه مدرسة القرآن ومدرسة محمد وآل محمد. شواهد العديدة، ابن السكيت وغير ابن السكيت. الاستقامة إذن، الاستقامة في السلوك، في العاطفة، في العقيدة، إلها آثار عديدة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لما تكون الحياة إيمانية صادقة، رب العالمين يغدق علينا النعم. لكن إذا كثرت المعاصي ارتفعت البركات، إذا كثر الانحراف وكثرت المعاصي وكثر الابتعاد
عن الله وعن رسوله وعن أهل البيت، تحل الكوارث، الأمراض والفقر والمجاعات وإلى آخره. ولذلك القرآن يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. آية ثانية وآية ثالثة وآية رابعة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شوف الجزاء، لاحظوا الجزاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا واحد، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، لاحظ، التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شنو هذا الجزاء؟ لمن يسير على خط الاستقامة. اللهم اجعلنا من السائرين على خط الاستقامة. أمامنا شخصية نتحدث عنها هذا اليوم، مسلم ابن عقيل رضوان الله عليه، هذا الذي جسد خط الاستقامة والسير عليه إلى النهاية. وكيف لا يكون كذلك وهو من هذا البيت العظيم؟ أمير المؤمنين عليه السلام ضربه ابن ملجم بالسيف على رأسه، يعني انتهت الحياة. ماذا قال الإمام علي؟ آخ من رأسي، آخ من الضربة، وإنما قال: فزت ورب الكعبة. يعني أي الحياة الإيمانية انتهت بهذه الضربة، بالشهادة في سبيل الله، سير كامل على خط الاستقامة. مسلم ابن عقيل رضوان الله عليه كذلك، من البداية إلى النهاية، مسيرة عظيمة طويلة، جهاد في سبيل الله بلا تراجع وبلا تردد، حتى لو بلغ الأعداء الذين وقفوا بوجهه الآلاف، لأن الله تعالى معه. لأنه مع الله، من كان مع الله كان الله معه. والنتيجة مولانا، الدليل على أن الله مع مسلم ابن عقيل، أين قتلت مسلم ابن عقيل؟ أين الذين قتلوه؟ أين الذين سحبوه؟ أين الذين قطعوا رأسه؟ وتعال إلى الكوفة، وتدخل إلى مسجدها، وتدخل إلى ضريح مسلم ابن عقيل، ذلك الضريح العظيم، وتلك القبة الذهبية الكبيرة، والزوار صباحا مساء يأتون من أماكن متعددة لزيارة مسلم ابن عقيل رضوان الله عليه. شوف هذا الخلود نتيجة خط الاستقامة، هذا الخلود نتيجة الثبات، هذا الخلود نتيجة العقيدة الصادقة الصحيحة والتضحية والشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يقول للإمام أمير المؤمنين، يشوفه دائما يردد اسم عقيل عقيل عقيل، قال: يا رسول الله إنك لتحب عقيلا. لاحظوا الجواب، قال: إي والله أحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له، وبعد: وإن ولده لمقتول في نصرة ولدك تدمع عليه عيون المؤمنين. يعني العين الباكي على مسلم عين مؤمن، تدمع عليه عيون المؤمنين، وتصلي عليه الملائكة المقربون. ملائكة مولانا مراتب، مراتب. النبي يقول: تصلي عليه الملائكة المقربون. رضوان الله عليك يا أبا طالب، هذه الشخصية العظيمة أبو طالب، وما أدراك ما أبو طالب. أبو طالب، هؤلاء هذه ذريته، كل من شارك في معركة كربلاء، كل من شارك في هذه المعركة من أهل هذا البيت
ينتمون إلى أبي طالب، الحسين ابن علي ابن أبي طالب، العباس ابن علي ابن أبي طالب، مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب رضوان الله عليك يا أبا طالب. يعني بقي خط أبو طالب مستمرا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. هذا أبو طالب رضوان الله عليه، الشخصية العظيمة، ولي من الأولياء. هؤلاء مولانا، هذه ذريته، هؤلاء أبنائه، قوة وبطولة وثبات وإيمان وعقيدة واستقامة. مسلم ابن عقيل اجى إلى الكوفة يحمل رسالة من أبي عبد الله الحسين، رسالة الإصلاح، رسالة التغيير، رسالة مواجهة الانحراف. إني مرسل إليكم أخي. شوف اللغة اللي يستعملها أبو عبد الله عليه السلام، إني مرسل إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. مسلم ابن عقيل، مسلم ابن عقيل اجتمع الناس حوله، ولكن هذا الاجتماع لم يدم، سرعان ما تفرقوا، تغيرت الظروف، تغيرت الأجواء. مسلم باب من أبواب الحوائج، وكلنا عندنا حوائج، نسأل الله أن يقضيها بحق هذا الشهيد. الله صلى صلاة المغرب والعشاء ومعه جمع قليل، خرج من المسجد لم يبق أحد يلتفت يمينا شمالا، أين يذهب لا يدري. غريب في الكوفة، أهل بالمدينة بعيدون عنه. جاء إلى حي كندة، نظر إلى باب بيت عالية، وقف على تلك الباب، فتحت الباب امرأة كبيرة رضوان الله عليك يا طوعة، فتحت الباب. شوف رب العالمين يهيئ لهؤلاء الأولياء، من أنت وماذا تريد؟ رجل غريب على باب بيتي. قال لها: أمت الله إني عطشان أريد قليل من الماء. دخل الطوع تجيب الماء وياها بنية، دخلت البنت خلفها والدموع جارية، سألتها طوع مما البكاء؟ قالت: أحزنني هذا الغريب، سمعته يقول وغربته جاءت له بالماء شرب منه، أرجعت الإناء وعادت وإذا به جالس على باب بيتها. قالت له: أما شربت الماء؟ قال: نعم. قلت لليل والناس يتعدون، وإحنا العرب ما ممكن أن يجلس غريب على باب بيتنا، اذهب إلى أهلك. لما سمع قام على قدمه، قال: أمت الله، ألا تضيفيني عندك هذه الليلة؟ الله، ألا تضيفيني عندك هذه الليلة؟ لعلي مكافئك غدا يوم القيامة. تقل لو شوف هالشخصة تدير يا بعد أهلي هلك من يوم عشيرة عشيرة، يقلها أنا مسلم الفاقد نصير، ومثل حيرتي ما شفت حيرة لما عرفت مسلم، صاحت يا هلا وحياك، قبل الدار يا عيوني وبقش ما تريد هناك. طب مسلم لعند الدار وامس بسفرة الخطار، لكن الصبح من صار
ابنها راح للعدوان وعلي غدي حشم. الله أقبلت الجيوش، أقبلت السيوف والرماح إلى هذا الرجل المفرد، هجموا عليه الدار كأني بطوعة خاطب. انهض لفاك الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صنديد، أريد أن مراجل حيدر تعيد. يقلها يا طاعة تشجعيني، وبعمي حيدر تذكريني، أنا بعزم الله رد جمع ليجيني، ما دام صمصام بيميني. خرج إليهم ينادي أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. فرقهم تفريقا، لم يتقدم أحد إليه إلا قتله، يأخذ الفارس يرمي به أعلى السطح حتى أخرجهم من الدار. آجركم الله، ما تمكنوا حتى حفروا له حفيرا، وجاءه لعين وطعنه في ظهره. أين المنادي ومسلما؟ أيوا سيدا. وجاءوا بها به إلى تلك العفر ووقع فيها، أخذوا سيفه أوثقوه بالحبال، دمعت عيناه. قال له الذي يطلب ما تطلب ما يبكي إذا نزل به الموت، ليش تبكي يا مسلم؟ تدرون علي من يبكي؟ مسلم بن عقيل. قال والله ما لنفسي بكيت، وإن كنت لا أحب لها طرفة عين تلف. إذن مما البكاء؟ قال أبكي لأهلي المقبلين، أبكي للحسين. أيوا حسيناه وسيداه، يا بوين الذي يركب بها الحين، يوصل بسرعة ويخبر حسين. يقل له مسلم غريب يدير بالعين. أخذوه إلى ابن زياد، لاحظ خط الاستقامة والثبات. قال له لسلم على الأمير لعل الأمير يرأف بك. قال أميري حسين، ليس لي هذا بأمير، لا والله. قالوا له تقتل؟ قال القتل في سبيل الله ما أجمله. جابوا لما يراد يشرب مولانا، وقع قليل من الدم في ذلك الماء ولم يشرب. يشارك أبا عبد الله الحسين بالعطش بقطع الرأس. أجركم الله، وصعدوا به أعلى قصر الإمام. أريد صيحة من القلب مع الإمام الحسين. صعدوا به إلى القصر، أعلى القصر، صلى ركعتين، أدار وجهه إلى الحسين، السلام عليك أبا عبد الله. يقول من كان مع الإمام، رأينا الإمام وقف وجه إلى الكوفة وهو يقول وعليك السلام يا مسلم. أجركم الله، وقطعوا رأسه. رحم الله من نادى ومسلم، والمقدر قضى وشاعت أخبار. يا ويلي رموه القوم من قصر الإمار. إيه إجا
الخبر إلى الإمام الحسين عليه السلام، قال: يا زينب، أين حميدة ابنة مسلم؟